يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفابونك. التجاري وفابونك فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو، سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من برنامج صوت المقاولة، البرنامج الموجه لكل واحد عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا وبغي يطورها طبعا، أو عنده فكرة لتأسيس مشروعه الخاص. صوت المقاولة مستمعينا كيواصل الاستماع لكل تساؤلاتكم بهذا الخصوص وغي نقلها بأمانة لخبراء مميزين في المجال. واليوم معنا خبيرة متميزة في مجالها، أكيد غادي نستفدوا من خبرتها. نرحبوا بالأستاذة لبنى الدرقاوي، مسؤولة المبادلات الخارجية في تجاري وفابونك، المكلفة بالاستيراد والتصدير. الأستاذة الدرقاوي مرحبا بك معنا في ميد راديو. أهلا وسهلا سي جواد، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا. إذن إذا سمحتي معنا نمشي مباشرة نستقبلوا معنا مكالمة الحلقة ونقولوا ألو. السلام عليكم، شكون معايا؟ الو، وعليكم السلام، انا جواد من الدار البيضاء. مرحبا بسي جواد من مدينه الدار البيضاء، تفضل. شنو كدير في الحياه؟ شنو السؤال ديالك؟ انا خويا عندي واحد المقاوله ديال البيع قطع الغيار. اييه، وبغيت نسول واحد السؤال الا ممكن. تفضل. مرحبا. عندي مقاوله ديال البيع قطع الغيار وبغيت نسول على التدابير والاجراءات اللي نقدر نديرها باش نولي نستورد من الخارج ان شاء الله. ان شاء الله، يعني بغيتي تعرف الوثائق و الوثائق والإجراءات والتدابير اللي خاصك ديرها انت في المقاولة ديالك باش تستورد من الخارج، باش نولي نستورد من الخارج. اكيد. خليك معنا سي جواد، غادي تسمع الجواب ان شاء الله بعد لحظات. ان شاء الله، شكرا اخي وبارك الله فيكم. مرحبا، هذا واجب. اذن استاذ درقاوي، كيف ما سمعتي معنا المتصل جواد من الدار البيضاء كيقول باللي عنده مقاولة صغيرة لبيع قطع الغيار وبغى يكبر المشروع ويستورد من الخارج، وكيتسائل ولا كيسولنا اشنا هي التدابير والوثائق الضرورية للمعاملات في الخارج. طيب استاذ درقاوي، نبدا معك، يعني اول مرحلة نقسم السؤال لشقين، أشنو هما التدابير اللي خاص المتصل يأخذها بعين الاعتبار يعني في عملية الاستيراد ديال البضائع؟ إذا الإجابة على سؤال المستمع اللي عنده رغبة في تطوير المقاولة ديالو غيرها لبيع قطع الغيار، هناك تدابير أولية واللي جميع المستوردين يعرفوها هو أنه جميع المبادرات الخارجية بالمغرب تخضع لنظام صرف مقنن من طرف مكتب الصرف، والهدف منه هو مراقبة تحويلات العملة الصعبة للمحافظة على رصيد ثابت كيمكن البلد من توفير حاجات المستهلكين من الموارد الضرورية مثل المواد الباقية ولا المنتوجات الغذائية. ولهذا فإن عملية استيراد أي بضاعة مثل بضاعة قطع الغيار كتخضع قبل كل شيء لما يسمى باللغة الفرنسية لا دوميتيلاسيون دو تيتر دامبورتاسيون ولا توطين مستندات الاستيراد. هذا النوع من الإعلان هو نوع من الإعلان مسبق لنوعية السلعة المستوردة، المواصفات ديالها، كميتها، الثمن المتفق عليه مع المورد. وهذه العملية تتم من خلال منصة رقمية بورت نت، وعن طريق إما المستورد شخصيا ولا عن طريق عميل الشحن اللي هو الترانزيتير، وكتكون عنده دراية كافية بها. يمكن المستورد ديك الساعة يفوضوا القيام بهذه العملية عوضا عنها. إذا اللي المستوردين يعرفوا بأن هذه العملية كيخصها مستندات ضرورية، وهي كتشمل على الفاتورة الأولية اللي كيخصها تكون فيها جميع المواصفات ديال الصفقة التجارية، يعني نوعية السلعة، تاريخ وكيفية السداد، وضروري لا بد كنأكد تكون عندها كتشمل على لينكوتيرم. ولينكوتيرم هو مصطلح متعارف عليه دوليا يحدد المسؤوليات ديال المورد والمستورد من حيث تحمل مسؤولية مصاريف الشحن والنقل وتأمين السلع. أستاذة الدرقاوي، يعني من بعد هذه المرحلة شنو المرحلة الأخرى اللي كتجي؟ إذا بعد هذه المرحلة كتجي مرحلة تسديد ثمن الصفقة واللي كتم بمجرد وصول السلعة للميناء وتوصل المستورد بمستندات الاستيراد، واللي كيتوصل بهم إما عن طريق البنك ديالو ولا مباشرة، وذلك على حسب وسيلة الأداء. طيب إذا سمحتي نسولك هنا، شنا هي أنواع وسائل السداد أو الأداء؟ إذن هنا يا وسائل السداد كتنقسم لثلاثة الأنواع، واللي هي على حسب كمية الثقة المتبادلة بين المورد والمستورد. أول نوع
هو التحويل ما يسمى بلو ترونسفير سامبل ولا التحويل العادي اللي يتفق فيه المورد والمستورد ملي كتكون ثقه كامله بيناتهم. يقوم المورد بارسال جميع مستندات الصفقه مباشره الى المستورد بمجرد تحميل السلعه والحصول على وثيقه النقل. هذه المستندات ضروري يكون فيها الفاتوره النهائيه وثيقه النقل سواء كان نقل جوي بحري او ارضي، واي وثيقه كتطلبها اداره الجمارك لتصريح دخول هذه السلعه الى ارض الوطن وطرحها للاستهلاك داخل البلاد. بهذه الوسيله بمجرد توصل المستورد بالوثائق كيتوجه الى اداره الجمارك اللي كتعطيه تصريح لدخول السلعه من بعد اداء الرسوم الجمركيه طبعا. وهنا كنود نقول ان التجاري وفا بنك في اطار مسانده المستوردين كيوفر تسهيلات من خلال قروض كتمكن المستورد من اداء هذه الرسوم الجمركيه الفوريه الا ما كانش عنده الامكانيات لادائها ولا عنده مشكل في السيوله، اما من خلال ضمانات ما يسمى بليكوسيون دوانيير ولا من خلال دي ديكوفير اللي هما تسهيلات ماليه مباشره كتعطى المستورد. جميل أستاذة الدرقاوي، يعني هذه معلومات مهمة، يعني حلقة متميزة وسبيسيال. علاش؟ لأننا أول مرة كان نتناقشوا هذه المسألة ديال الاستيراد ديال السلع والتصدير ديالها كيفاش كتتم العملية. باقي شيء إضافة في هذا الإطار أستاذة الدرقاوي؟ إذن باقية مرحلة مهمة واللي هي من بعد اللي كانت الأداء ديال الرسوم الجمركية واللي ما متعارف عليه بلامبوتاسيون دوانيير. هذه الوثيقة ضرورية مع مستند النقل والفاتورة النهائية باش كيقدر البنك يحول يقوم بتحويل العملة الصعبة من أجل سداد الصفقة لصالح المورد. وهذا كنجي نهاية النوع الأول من أنواع السداد. طيب ذكرتي النوع آخر ديال السداد اللي هو ملي كتكون ثقة جزئية، فهاد الحالة شنو خاصية الدار؟ ملي كتكون ثقة جزئية كنتحدثو هنا على ما يسمى بلاغمي دوكيمونتير ولا التحصيل المستندي، وهي وسيلة سداد كيتم تهي الاتفاق دائما عليها بين المورد والمستورد. وفي هذه الحالة الفرق بين الوسيلة الأولى وهذه الوسيلة هذه هي أن المستندات كيتم إرسالها من خلال بنك المورد إلى بنك المستورد بدون أي ضمانات تسديد ديال البنكين. هنا الدور ديال البنكين كينحصروا في التنفيذ الحرفي لتعليمات المورد واللي كتكون إما على شكل تحويل فوري بمجرد تسليم بنك المستورد للوثائق أو تسديد مؤجل على حساب شروط الأداء المتفق عليها. فهذه النوعية الثانية من الأداء المؤجل يمكن للمورد باش يضمن حقوق السداد ديالو ويطلب من بنك المستورد يضيف ضمانة ديالو من خلال اعتماد هذا المستند هذا اللي يكون مؤجل الدفع. إذا بمجرد تنفيذ هذه التعليمات كيتحول المستورد بالمستندات ديالو. هذه الوسيلة للأداء كتحول بنفس الطريقة الوسيله الاولى للتحويل عادي باش يمكن يتمكن من يخلص الرسوم الجمركيه ديالو وتصريح السلعه لدخول ارض الوطن وطرحها في الاستهلاك بيان سور. نعم استاذ الدرقاوي، في حاله ما الا كانت الثقه منعدمه؟ اذا ملي كتكون الثقه منعدمه بين المورد والمستورد ولا كيكون نوع من التخوف من سيوله العمله الصعبه للبلد المستورد، كيمكن المورد يفرض على المستورد اصدار اعتماد مستندي ومتعارف عليه بالكريدي دوكيمونتير من طرف البنك ديالو اللي هو تجاري وفا بنك لفائدة المورد. إذا بمجرد اختار المورد من خلال البنك ديالو بهذا الإصدار ديال الاعتماد المستندي كيقوم بنفس الطريقة كالوسائل الأخرى بشحن السلعة وإدلاء بالمستندات اللي هي وثيقة النقل، الفاتورة النهائية وأي مستند آخر متفق عليه إلى البنك ديالو، لهذا البنك يتحمل دور توصيل هذه الوثائق للبنك المستورد. إذا بمجرد توصل المستورد عبر التجاري وفا بنك بهذه المستندات، التجاري وفا بنك تقوم بالفحص ديالها الدقيق لتأكد من مطابقة المستندات لشروط السداد المنصوص عليها في الاعتماد المستندي. إذا اللي خصني ننص عليه هو أن دور التجاري وفا بنك مهم جدا لحماية المستورد والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة متوفرة. طيب وفي حالة ما إذا كان شيء نقص أو خلل في مستند من المستندات؟ إذا إذا كان نوع من خلل ولا نقص في المستندات كنطرقوا لما يسمى بتحفظات. هذه التحفظات كيتخبر بها المستورد من طرف البنك ديالو تجاري وفا بنك وكترجع له المسؤولية أنه يقبلها إذا كانت
تحفظ الضئيلة ما كتأثرش على دخول السلعة البلد، واللي يرفضها وهذه الحالة كيتم إرجاع المستندات للبنك ديال المورد لتغيير وإصلاح هذه المستندات هذه. واللي قبلها كيلتزم تجاري وفا بنك بالدفع الفوري أو المؤجل على حسب السداد المتفق عليه لصالح المورد عبر البنك دياله. من هادشي اللي ذكرتي أستاذ الدقاوي كيبان بأنه يعني هذا النوع الثالث من وسائل السداد يعني كيحمي المورد وحتى المستورد. هذه هي الخاصية المهمة ديال هاد نوعية السداد، هي أنها نوعية كتحمي المورد والمستورد، لأن المورد كيكون مؤكد بأنه غيوصلوا للثمن ديال الصفقة من خلال البنكين اللي كيلتزموا بهذا السداد، والمستورد يكون مطمئن من ناحيه وسائل المستندات المتفق عليها، لان كاين تدخل البنك ديالو في مراقبه هذه الوثائق وتاكيد صلاحيتها. نعم، يعني كنظن بانه جاوبنا السي جواد على كل التساؤلات ديالو، ونكون نتمنوا ان هذه التوضيحات يعني تكون كافيه، لانك تبارك الله عليك استاذ الدرقاوي فصلتي بما فيه الكفايه. كان شي اضافه اخرى في الاخير قبل ما نسالي الحلقه؟ في الاخير عندي نصيحه اللي بغينا نوجهها لجميع المستوردين المغاربه، وخاصه السي جواد اللي طرح السؤال، ان هو توجه لاقرب وكاله او مركز دار مقاول في تجاري وفا بنك الاستفادة من خدمات خاصة ومجانية للمواكبة، وذلك من أجل مساعدتهم على تطوير مقاولتهم بكل طمأنينة. ويمكن لكل مقاول زيارة المنصة الرقمية www.darmuqawil.com اللي غيحصل فيها على جميع المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح اللازمة، ولا على المنصة www.atijarientreprise.com. شكرا لك الأستاذة لبنى الدرقاوي، أذكر مسؤولة المبادرة الخارجية في تجاري وفا بنك المكلفة بالاستيراد والتصدير على كل هذه المعلومات، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله. شكرا على الاستضافة. تبارك الله عليك. إذن في الأخير مستمعينا الكرام، ما بقى لي إلا نحيي عز الدين شكولات، عايدة شرادي، وفاء فايز اللي رافقوني في الإخراج ديال هذه الحلقة. هذا جواد طاهر كيحييكم، دوزوا بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون، فيكم واثقون، فيكم واثقون، فيكم.